السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجمل تحية مسائية نقدم لكم دائما وأبدا عبر إذاعة الشبيبة، ونتواصل معكم في برنامجكم برنامج عمان عبر الزمان الذي يأتيكم كل أربعاء من الساعة 7 وحتى 8 مساء. تحية لكل الأحبة، تحية لكل من يستمع إلينا، وتحية لضيوفنا الكرام الذين يأتوا الذين يلبون الدعوة للحديث عن تاريخ عمان، أحداث وشخصيات والكثير من المعلومات التي نحاول قدر الإمكان أن نسلط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج وإذاعة الشبيبة، أول إذاعة مرئية في السلطنة. بإمكانكم تتابعونا كذلك على قناتنا في اليوتيوب وفي حساباتنا طبعا تويتر، هناك نقل مباشر لكل برامج إذاعة الشبيبة. ومن يريد أن يتابعنا سواء كان في السيارة على الفم 97.5 على مسقط والباطنة و98.5 في محافظة الظفار، أو حتى يستطيع أن يتابعنا مثل ما ذكرت على النقل المباشر في حساباتنا أو حسابات إذاعة الشبيبة وخاصة حساب اليوتيوب. اليوم سنتحدث عن موضوع أنا أعتقد بأنه موضوع جديد، إذا كنا نحن طلاب التاريخ تفاجأنا من هذه المعلومات التي وجدناها حينما قرأنا اجتهادات الكثير من الشباب الذي يكتب الآن في التاريخ العماني، أنا أقصد الشباب العماني الذي الآن يكتب في تاريخ عمان، ومن ضمن طبعا هؤلاء الرائعين أخونا أحمد بن سعيد البادي الذي بصراحة أذهلني بتلك الجهود الرائعة التي يحاول من خلالها توثيق الكثير من الأحداث من تاريخ عمان. أخوي أحمد مساك الله بالخير وسعيد جدا بهذا اللقاء. الله مساك بالخير والنور، بالعكس شرفي لنا أن نتواجد معك أخوي أستاذ نصر في هذا الإذاعة. والله شوف، هو الأستاذ أنت على فكرة. عموما أحمد البادي شغال في وزارة التربية وهو متخصص في التاريخ، وأكمل رسالة الماجستير في العلاقات العمانية البريطانية، والآن يكمل رسالة الدكتوراه، لديه أكثر من إصدار واحتفينا به في معرض مسقط الدولي للكتاب الذي مضى، احتفينا بكتاب مثلا البريمي تاريخ وحضارة، كتاب ثمين وعظيم لأخونا أحمد البادي، ولديه كتاب آخر اسمه عمان عبر الزمان، قصة عمان عبر الزمان وكتاب شامل للكثير من الحكايات التي تعنى بتاريخ عمان، ولديه كتاب ثالث عن البوسعيديين وعلاقتهم بالدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. جهود جبارة، جهود رائعة، ونعتقد أنه ما نريد نحن نطول كثير في قضية المقدمات، ولكن كان عنوان حلقتنا هو الصراع العماني المصري على واحد البريمي، لذلك هو عنوان جديد أو موضوع جديد، معلومات جديدة أنه كيف وصل يعني مثلا الصراع المصري أو العماني المصري، كيف كان هذا الصراع؟ ما الذي أتى بالجيش المصري مثلا إلى البريمي؟ البريمي التي مثل ما ذكرنا لديها تاريخ عظيم، والبريمي كانت أعتقد من أكثر المدن العمانية التي تعرضت في العصر الحديث للكثير من الصراعات في تاريخ عمان. ولكن يا أحمد، الصراع العماني المصري على واحة البريمي هذه عن قد جديدة علي أنا كشخص أحاول أقرأ في تاريخ عمان. ما الذي حدث؟ نحن الجميع يعلم مثلا هناك صراع مثلا عماني سعودي على واحة البريمي منذ التاريخ القديم، منذ عام 1800 وحاجة. ما الذي حدث؟ كيف فعلا كيف نبدأ؟ أنا ما أعرف كيف نبدأ للحديث عن الصراع العماني المصري على واحة البريمي. والله يا أستاذ نصر، بداية لابد أن نعرف سبب وجود المصريين في الجزيرة العربية. نرجع شوية للخلف لوقت ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب واتفاقه مع اتفاق المشهور بينه وبين محمد بن سعود في الدرعية سنة 1744. شكل محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب شكلوا قوة
محمد بن سعود كان القوة نقول العسكرية، ومحمد بن عبد الوهاب شيخ محمد بن الوهاب كان القوة الدينية. تشكلت على أثرها قوة كبيرة جدا في نجد، في يعني وشكلوا دولة في الدرعية. هذه القوة أثارت مضاجع العثمانيين، فحاولوا كذا مرة أنهم يقضوا على هذا الـ هذا الـ هذا هذه القوة المتنامية في نجد، يعني بقوة كثيرة، يعني وكان يعني سحب البساط من العثمانيين في في نجد. والبداية الصراعات مع الشريف، بالضبط شريف مكة، بالضبط مع شريف مكة ومع حكام حائل، ووصل نفوذهم إلى تخوم العراق. لما العثمانيين أعياهم الصراع، يعني لأنه كان يستخدموا، يعني قول آل سعود كان يستخدموا تكتيك جميل جدا. الجيش العثماني كان جيش منظم، يعني لازم مواجهة مباشرة على أساس أنهم يعني كروا فر. يعني آل سعود كانوا يهجموا، لما يشوفوا أنفسهم بينهزموا يتجهوا للصحراء. نعم نعم، يعني كروا فر، كروا فر مثل حرب العصابات، بالضبط. فأعيتهم الحيلة، يعني ما خدروا لهم أبدا. في الجانب الثاني في مصر كانت تدور هناك أحداث ما نريد ندخل فيها. على ضوء هذه الأحداث اعتلى سدة الحكم محمد علي باشا، اللي هو من أصل ألباني، من أصل ألباني. هذا محمد علي باشا اعتلى سدة الحكم بدون إذن العثمانيين، يعني أمر واقع، فرض على نفسه أنه والله ما حد غيري ممكن أنه يحكم مصر. يحكم مصر، هو حاول أنه يعني يستقل عن الدولة العثمانية. هذا فيما بعد، بداية يحاول أنه يكسب ود العثمانيين على أساس يعطوه الصفة الشرعية. نعم. كحاكم في مصر. يعني المصري العثمانيين أذكياء، طلبوا منه على أساس أنهم يثبتوا لنفوذه أنك لابد أنك تقضى على القوة التي نشأت في نجد. هناك في نجد تنام قوة، يعني توفى محمد بن سعود وحكم بداله عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد كان يتبع سياسة أنه والله ما نتعدى على حدود العثمانيين، يعني كان رجال، يعني حاكم، كان يعني إلى حد كبير ذكي. هذه قبل الهجوم على الدرعية في عام 1818؟ لا قبل هذا الكلمة. أنا جاينك في الكلام. حكم من بعد عبد العزيز بن محمد، حكم سعود بن عبد العزيز. سعود بن عبد العزيز كانت نظرته تختلف، يعني لابد أن نمتلك كل منطقة وأن نقوي دولتنا. عشان كذا هجم على يعني كربلاء، ومن ثم يعني استولى على مكة والمدينة. هنا كانت الكارثة عند الدولة العثمانية، إن لابد أن نقضي على هذه الدولة الوليدة اللي أكلت الأخضر واليابس. ووصلت إلى العراق. وصلت نعم إلى العراق. هنا جاء دور محمد علي باشا. العثمانيين ساموا محمد علي باشا الاعتراف مقابل أنك تقضي على محمد، على الدولة السعودية في 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 نجد. طبعا كانت ما كان اسمها الدولة السعودية، كانت اسمها إمارة نجد. يعني محمد علي باشا طبعا لم يفوت الفرصة، فوعدهم ان انا هذا الموضوع خلاص انا بهتم فيه، وان شاء الله يجينكم الاخبار اللي هي تسر لكم خاطركم. ارسل ابنه توماس باشا. أنا طبعاً حاول إنه أول شيء يمهد الوضع في مصر، بالضبط، وقضى على المماليك في مذبحة القلعة. نعم، مذبحة القلعة. نعم، وبعدها أرسل ابنه توماس باشا إلى نجد، وكان الحرب بينه وبين آل سعود كانت في كر وفر. بعدها محمد علي باشا طبعاً يجي رسائل من وصلنا رسائل من العثمانيين أنك محمد علي باشا أنك أنت جالس في مصر، وإحنا آمرينك أنك أنت تتحرك شخصيا لنجد للقضاء على هذه الحركة. كذا أمام هذا الضغط اضطر أنه محمد علي باشا ينزل مصر، ينزل للشام، للحجاز. هناك في الحجاز كانت نفس الموضوع بينهم، كر وفر بين آل سعود وقوات محمد علي باشا. محمد علي باشا في هذه الفترة صار عنده صار في قلاقل في مصر، واضطر أنه يرجع لمصر، وثبت ابنه توماس باشا في
الحرب في الحجاز. لما وصل محمد علي باشا إلى مصر ارتأى أنه والله يسحب محمد علي باشا يسحب توماس ابنه ويرسل إبراهيم باشا، مش خورشيد، لا هذا خورشيد بعدين رسل إبراهيم باشا. رسل إبراهيم. إبراهيم كان ذكي جدا، محنك سياسيا، وخدمه في هذا الموضوع وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز. فجاء من ابن عبد الله بن سعود اللي كان أقل خبرة من والده يعني، وكان نوعا ما مسالم. تواكب كل هذا الظروف وسيطر إبراهيم باشا على الحجاز ودمر الدرعية في عام 1818 بالضبط، وأسر جل آل سعود بالأسر، أسرهم كلهم إلا من هرب، إلا من ضمن الناس، لأنها كانت كارثة. أكيد نعم. طبعا كانت كارثة طبعا على طبعا دمر الدرعية، دمر الدرعية يعني كان يعني حتى يعني ما كان له داعي كل لكل الدمار وكذا الذي حدث منها. يعني تأثر الناس كثير إذن دمر الدرعية في عام 1818 باسم الدولة العثمانية وأسر انتهت أيوة أغلب العائلة وانتهت الدولة السعودية الأولى. في هذه الفترة ما كان مصير من تم أسرهم في هذا الموضوع؟ والله هل أرسلوا إلى مصر؟ رسلوا إلى مصر نعم. نعم، ورسل الإمام عبد الله بن سعود رسل إلى مصر، ومن مصر رسل إلى الأستانة وتم قتله في الأستانة. طبعا الناس كانوا يعني يعني تقصد تم حكم الإعدام؟ الإعدام نعم، كانوا يطالبوا بأموال الأموال يعني العثمانيين أو الخليفة العثماني كان يطالبوا بالأموال اللي نهبت من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. تتخيل أن هذه الأموال كنوز ظل المسلمين يجمعوها على مدار عقود من الزمن. جاك سعود بن عبد العزيز وقال والله هذه كلها بدعة ترجع للدولة، هو ممكن عندهم وجهة نظر. نعم، فأخذ كل الكنوز اللي كانت في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فتم محاكمته على هذا الأساس. على هذا الأساس هو طبعا عبد الله الإمام عبد الله يقول والله أنا هذه الأموال أنا ما كنت حتى راضي إنه يعني والدي إنه يدخل للروضة الشريفة وينهبها. فكان ينفي إنه يعرف مصير هذه الأموال عليه. طبعا آل سعود العثمانيين لم ما صدقوه فحكموا عليه بالإعدام، حكموا بالإعدام اللي هو عبد الله بن سعود بن عبد العزيز. نعم، هذه في الدولة السعودية الأولى. من ضمن الناس اللي أسرهم إبراهيم باشا شخص اسمه خالد بن سعود. هذا بن سعود بن عبد العزيز، هذه كانت أم حبشية، فكان ينظروا له طبعا انت تعرف يعني التعصب اللي كان موجود، كانوا بدو كانوا اعراب، يعني كانوا ينظروا لابن الأمة خاصة اذا كانت حبشية منزله اقل دونيه. فمحمد علي باشا لانه ذكي الرجل يعرف من اين تاكل الكتف، قال هذا الشخص انا بستخدمه لصالحي يعني، فرباه عنده حتى ما كان في الاسر. لكن كان هو صغير السن، طبعاً صغير السن يعني، فتولى تربيته اللي هو نعم. حاكم مصر محمد علي باشا الذي كان يلقب بعزيز مصر. نعم غريب يا أخي، غريب هذا التاريخ غريب. طيب كمل. طبعاً بس على أساس أن احنا نكون واضحين. نعم، الدولة السعودية الأولى وصلت إلى البريمي أولى. الدولة السعودية الأولى وصلت نعم. نعم وصلت إلى البريمي. إذا على أساس بس نكون واضحين، هي وصلت إلى البريمي. 1800 وصلت إلى البريمي. إلى البريمي. نعم. وسقطت في عام 1818 بواسطة محمد علي باشا. الآن أخذوا هذا يعني نعم. أحد أبناء نعم. الأسرة اللي هو خالد بن سعود. في نجد طبعًا يعني الناس كانت عايشة في رغد. في عصر الدولة السعودية الأولى ممكن هتنتهي هذا الموضوع من قلوب الناس. إجاك واحد اسمه محمد بن مشاري بن معمر وحاول أنه يعيد، طبعا مش من آل سعود هذا، نعم، حاول أنه يعيد إنشاء الدولة السعودية الأولى الثانية يعني مرة ثانية يعني. في هذه الفترة كان واحد من آل سعود اسمه تركي بن عبد الله هرب
من 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 الأسر، وظهر لما عرف انه محمد بن مشاري اعاد بناء الدرعيه مره ثانيه يعني. فحضر فقال له انا ان شاء الله بنتساعد انا وياك في ان يرجع يرجع سلطه الآل سعود في المنطقه يعني. طبعا محمد بن مشاري حاول قدر الامكان انه ينشئ ملك خاص به يعني، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل انه من ضمن الأسرة اللي هربوا في الطريق في مصر مشاري بن سعود بن عبد العزيز. مشاري بن سعود له الحق في الحكم، حكم الدرعية بحكم انه ابن الامام. فلما وصل طبعا الناس كلها كان ولائهم لآل سعود. فأخذ ينافس من محمد بن مشاري. محمد بن مشاري شاف الوضع انه ممكن انه يظل هو امام صح في وجود مشاري بن سعود، فاضطر انه يبايع مشاري بن سعود. لكن الآن خلينا نتوقف شوي على أساس أنه منته. نعم. في نفس التوقيت هذا محمد علي باشا كان يقوم بتربية خالد بن سعود. نعم. خالد بن سعود بن عبد العزيز. بن عبد العزيز. طيب. نعم. المهم أنه محمد بن مشاري لما تنازل لمشاري بن سعود بعد فترة ندم. فأسر مشاري بن سعود وأخذ الحكم بداله يعني. انقلب عليه. هنا ظهر من ظهر تركي بن عبد الله من آل سعود طبعا. طيب. من آل سعود. هذا تركي بن عبد الله اللي الحين الحكام من سلالته، كل هذا الحكام اللي الحين موجودين من سلالة تركي بن عبد الله. فانتقل الحكم من بيت من 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 بيت يعني في آل سعود من 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 أسرة لأسرة، بس في نفس النطاق، في نفس نعم نفس الجد، كلهم أولاد محمد بن نعم نعم. تركي بن عبد الله تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد العزيز. نعم. جميل. تركي بن عبد الله حكم الآن طبعا صارت بينه هو ومحمد بن مشاري صار بينه كر وفر. المهم ما ندخل في الموضوع تفاصيل. نعم. أساس أنه ندخل إلى الصراع المصري العماني. المهم أنه حكم البلاد تركي بن عبد الله. في هذه الأثناء تنامى إلى أخبار إلى مسامع العثمانيين ومن خلفهم المصريين أنه معاودة ظهور القوة السعودية مرة ثانية يعني. فهنا صار في كر وفر أنه الأتراك أمروا تركي بن عبد الله أنك تعتزل. تركي بن عبد الله رفض. تركي بن عبد الله كان فارس لا يشق له غبار وعنده سيف اسمه الأحدب يعني، كان هذا السيف مضرب للأمثال يعني. فرفض. فهنا الأتراك رفض ينصاع للدولة العثمانية. فالأتراك طبعا هناك نريد يعني نتكلم انه شوف الآن احمد الآن نحن الوقت معانا 7:30. نعم. فيمكن استهلكنا كثير من الوقت في الحديث عن هذه. نعم. الخلفية على اساس ان شو اسمه ايوه المعهد. المهم انه العثماني باختصار الموضوع انه المصريين هجموا على 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 الدولة السعودية الوليدة، ومن جابوا خالد بن سعود. تقصد الآن أنه محمد علي باشا بالجيش المصري رجع مرة ثانية لمهاجمة الدولة السعودية الثانية. الثانية نعم. نعم. التي كانت تحت حكم التركي بن عبد الله. نعم. من محمد علي باشا ذكي أراد أنه يستغل ورقة من خالد بن سعود، فجل رسل الجيش ومعاهم خالد بن سعود، قال لهم أنا ما أريد هذا الشخص، أنا أريد أنه خالد بن سعود هو اللي يحكم وأنا أسانده يعني. فجاهم على أساس أنه هو مش محتل، أنه هو والله جايب لكم أنا أمير سعودي وتحكموا بعد. المهم أنه صار في إرهاصات كثيرة في هذا الموضوع. نحن نتوقف شوي. نعم. أحمد. نعم. على أساس أنه ناخذ أنفسنا. نعم. والمستمع يأخذ نفس لأنه الموضوع كبير بصراحة. نعم. نعم.
وما أعتقد أنه حلقة واحدة أو حلقتين أنا يكفيني معك، أنا أريدك في أكثر من حلقة لأنه عندك كثير من الأشياء المهمة. طبعا أنا أذكر مستمعين الكرام نحن هنا نتحدث عن الصراع العماني المصري على واحة البريمي، ولكن هذه خلفية تاريخية لما كان وكيف وصل مثلا الجيش المصري العثماني بين قوسين إلى الدرعية أو إلى النجد والحجاز. فخلينا نروح لفاصل بسيط وبعدها ترى بيجي فترة الأذان. ونتوقف مع فترة الأذان ومن ثم سنعود إلى مستمعينا الكرام. إذا فاصل بسيط مستمعينا الكرام وسنعود إليكم إن شاء الله. تحية مستمعينا الكرام لكل من يستمع لنا عبر إذاعة الشبيبة، متواصل معكم مع ضيفنا الكريم أخونا أحمد البادي صاحب مؤلف جدا مهم البريمي تاريخ وحضارة. هذا المؤلف أنا أعتقد أنه فيه الكثير من المعلومات المهمة جدا والجديدة حتى على بعض القارئين في التاريخ العماني. أحمد كنا نتحدث أو عنوان حلقتنا كان عن الصراع المصري العماني أو الصراع العماني المصري على واحة البريمي، وكنا نتحدث عن خلفية تاريخية كيف وصل الجيش المصري بقيادة محمد علي باشا لتدمير الدولة السعودية الأولى، وأيضا يعني محاورتهم كذلك الآن للهجوم على الدولة السعودية الثانية عن طريق ربيب القصر العثماني وهو من آل سعود اللي هو خالد بن سعود. ما الذي حدث الآن؟ محمد علي باشا أرسل مرة ثانية جيشه للقضاء على تركي بن عبد الله. بس نعطي صح تركي بن عبد الله صح؟ نعم نعم. نعطي بس هنا تركي بن عبد الله قتل في أثناء يعني حكمه للرياض، وجاء وفي وكان من ضمن الأسرى. هل قتل في الهجوم؟ لا 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 لا، قتلوا واحد من أولاد عمه يعني. يعني اغتيال. هذا جابه من مصر وخلاه معاه وسبحان الله قتله. من ضمن الناس المقتول يعني المأسورين في سنة 1818 فيصل بن عبد الله ابن فيصل بن تركي ابن تركي اللي حكم الرياض يعني. فهرب مع الشخص اللي قتل عبد الله، هربوا من القلعة في مصر صار فيصل هو يعني قائد يعني الجيش جيش والده يعني. لما عرف انه هذا ولد عمه قتل والده جو حكم الرياض طبعا بدل والده يعني، وقتل قاتل والده. هذا الأثناء محمد علي باشا خلاص شاف انه الامام فيصل يعني استولى على الحكم وصار قوه وبيرجع امجاد الدوله السعوديه الاولى. ارسل له جيش، وهذا الجيش كان فيه اللي هو خالد بن سعود. هم اولاد عم طبعا. حاولوا انهم يعملوا صلح وكذا، انه والله انت حكم منطقه وانا احكم منطقه كذا. طبعا المصريين طبعا ما رضوا بهذا الموضوع، الا انك يا فيصل انك ضروره تستسلم. وفعلا صار يعني بينهم حرب وكر وفر، والناس تعبت ملت من الحروب، مما اضطر الإمام فيصل أنه يستسلم وأسر للمرة الثانية. سبحان الله. أيوة. بعد ما هرب من المرة الأولى من 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 مصر. هذه الفترة خلاص حكم المصريين حكموا مرة ثانية البلاد باسم خالد بن سعود. ربيب القصر العثماني أو ربيب محمد بالضبط. باشا. كان خالد بن سعود يحكم كظاهرا ولا كبائف الباطن كان يحكم مين؟ قائد القوات المصرية خورشيد باشا. هذا خورشيد باشا كان أسطورة، كان رجال يعني كان قائد له طموح كبير جدا يعني، وهو على فكرة من جورجيا. يعني أنا قرأت عنه. نعم. من مواليد جورجيا. نعم. هنا طبعا لأنه استولى على كل ملك آل سعود، كل ملك آل سعود، وآل سعود كانت في هذه الفترة كانوا يدعون أن البريمي جزء من ملكهم. نعم. فهنا أرسل خورشيد أرسل ابن سعد بن مطلق، قصد سعد بن مطلق، كممثل للقوات المصرية في البريمي. الاحتلال البريمي مرة أخرى. البريمي باسم طبعا ظاهر خالد بن سعود. نعم. لكن في الخلف طبعا عمان وموقع عمان ممكن يفوت محمد علي باشا.
محمد علي باشا كان يعرف من أين تأكل الكتف يعني، فكان يعني ضروري أنه يسيطر على كل الساحل. حتى في فترة، نرجع شوية للخلف، في فترة القضاء على الدولة السعودية الأولى، محمد علي البريطانيين أمروا محمد علي باشا، يعني طلبوا من سيد سعيد بن سلطان أنه يتحد مع محمد علي باشا للقضاء على الدولة السعودية الأولى. نعم نعم. ف يعني سيد سعيد بن سلطان رفض. صح، رفض، رفض هذه المهمة. هذه المهمة خال، أنا يعني أدخل محمد علي باشا في البلاد. محمد علي باشا طموحه ما يلو حد يعني. نعم نعم. وإنسان يمتلك كل شيء، المال والرجال والسلاح يعني. نعم. رغم أنه سعيد بن سلطان أو السيد سعيد بن سلطان كان يعني ضد التمدد السعودي مثلا في البريمي، ولكن رفض التحالف مع محمد علي باشا. هنا خورشيد باشا لما أرسل خالد بن سعود، طبعا نزل خالد بن سعود في الشارقة، القوات البريطانية طبعا الناس ما نايمة وبريطانيا هي مسيطرة على الساحل أكيد، عرفت هذا الموضوع، فشو عملت؟ عملت خطوة استباقية. أول حاجة حذرت شيوخ الساحل من مغبة التعاون مع القوات المصرية، صاروا المصريين أمر واقع، ومحمد علي باشا بيبتلع الأخضر واليابس. واصل واصل، سيطر على الشام وسيطر على كل مناطق، وما بقى له إلا عمان والأستانة فقط يعني. وعنده قائد كبير مثل ما أنت ذكرت، خورشيد باشا. بالضبط بالضبط. البريطانيين ساعدوا يعني، حاولوا أنهم قدر الإمكان يعني ينموا قوة النعيم في البريمي أساس أنهم يكونوا قوة ضد القوات المصرية. المصرية بالضبط. والتعاون مشترك مع السيد سعيد بن سلطان ضد الأطماع المصرية، هذا اللي عملته بريطانيا، لأن بريطانيا خلاص يعني مع تحذير شيوخ ساحل عمان المتصالح. طبعاً أي شخص يتعاون شو اسمه. جميل. خورشيد رسل خالد بن سعود، ونزل خالد بن سعود عند شيخ القواسم. شيخ القواسم طبعا حب انه يمسك العصا من الوسط، اللي هو كان والله سلطان بن صقر اعتقد، يمكن نعم سلطان بن صقر. نعم سلطان نعم بن صقر نعم القاسمي. نعم نعم. يقول لك سنة 1839 وكان مع خورش سعد، يعني سعد بن مطلق كان معاه 150 رجل. فأبلغ سلطان بن صقر أن يا سلطان بن صقر أنا مرسل من قبل القوات المصرية للسيطرة على المنطقة، فيجب عليك أنك توفر لك كل تسهل لي تسهل الوصول كل الموضوع يعني. طبعا شو نقول يعني، موقف سلطان بن صقر، شيخ سلطان بن صقر كان غريب نوعا ما عند العامة يعني، أو عند حتى البريطانيين، أنك أنت شيخ وخلاص وبريطاني معترف تبك وأنت لك أمجاد، كيف تعاون عند المصريين يعني؟ فيقولك والله كان شيخ سلطان كان خايف من خورشيد أنه يقضى على إمارته يعني، فتعاون معه. وفي الجانب الثاني شيخ سلطان كان ما عنده ثقة بالبريطانيين، أنه والله أنا توي يقولوا لي أطرد خورشيد سعد بن مطلق، وإذا هجموا علي يمكن يتركوني. فأنا الأفضل أن أخلي الجم، أنا أقول لهم يعني الموضوع. يقال إنه هو، يقال إنه هو حاول إنه يكون ما بين الطرفين، يقول مثلا للإنجليز إني أنا ما تفاوضت مع أو ما سهلت لي خورشيد، لأن الأمر واضح. نعم. عندهم أكيد يعني في بلاغة. بس هو حاول يعني، بس هو حاول، هو بينه وبينك صار الموضوع أنه مصيبة وحلت على راسه يعني. فكان موقفه صعب، فكان موقفه صعب جدا يعني، لا قدر يطرد القوات المصرية ولا قدر أنه يخليهم معاه، فصار إيش مشكلة؟ فقال والله الجماعة جب بنفسهم، وتريدوا إلى بريطانيا تطلعوهم، تعالوا طلعوهم بنفسكم. بنفسكم يعني. المهم أنه موقف يعني، طبعا الحين صار أمر واقع، يعني سعد بن مطلق وبقوات طبعا القوات المصريه، المصريه طبعا كانوا عنده جنود مصريين، وكانوا عنده قواد مصريين، هو فقط هو الشكلي، هو كان شكليا، لانه سعد بن مطلق كانت عنده يعني خبره في المنطقه. نعم. سعد بن مطلق هذا ابن مطلق المطيري اللي قتلوه الحجريين في عمان، في عمان. في ايام الدوله السعوديه الاولى. نعم. في ايام الدوله السعوديه الاولى. جميل. فكان هذا الشخص محنك في هذا المجال يعني، فحاول خورشيد يستفيد منه يعني، يستفيد من خبرته. طبعا
موقف شيوخ البريمي كان موقف مشرف جدا يعني. رفضوا تواجد المصري في الـ في الـ 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 الواحد يعني بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. وحتى طلبوا من البريطانيينكم يا البريطاني تعالوا أعطونا ذخيرة، والسيد يعني سيد السلطان نعم إنك تدخل في الموضوع وإحنا المصريين ما بيدخلوا بلادنا. كان موقف شيخ أبو ظبي موقف غريب يعني، اللي هو والله أعتقد كان اسمه مش شخبط صح والله كذا تقريبا هو شيء ايوه. المهم المهم كان موقفه غريب. وين الغرابة تكمل؟ الغرابة انه يقول البريطانيين يقول البريطانيين انا ما بستقبل سعد بن مطلق او القوات المصرية، وسلطان بن صقر يقول الشيخ يعني قصدي الشيخ سلطان وجد أدلة تثبت أنه شيخ أبو ظبي كان بينه مراسلات بينه وبين المصريين على أساس أنه يساعدهم. خليفة بن شخبوط. نعم خليفة بن شخبوط. نعم. فالبريطانيين هددوه. هددوا خليفة بن شخبوط. نعم. إذا تعاونت عند المصريين البوارج البريطانية بتضرب أبو ظبي يعني وبتدمر أبو ظبي. فطبعا ظل في الخفاء. طبعا إمارة أبو ظبي للي ما يعرف أنه كانت حجرة عثرة في الأطماع السعودية في المنطقة، فكانوا ينظروا لنفسهم أنهم حكام منطقة. فالوحيدين اللي كانوا واقفين مع عمان مع حكام عمان ضد الآل سعود حكام أبو ظبي يعني. كان موقفهم مشرف جدا من التمدد السعودي في المنطقة يعني، وصار بينهم كثير من الكر والفر يعني. المهم شيوخ البريمي مثل ما ذكرت كان موقفهم مشرف. واتصلوا بالسيد حمود بن عزان حاكم صحار في هذاك الوقت لمساعدتهم لصد القوات المصرية من المنطقة يعني. وهذا كله في زمن سيد سعيد بن سلطان. في زمن سيد سعيد بن سلطان نحن نتكلم عن عام 1800 وكم 39 ايوه 38 39 طيب. موقف غريب يحسب للسيد سعيد بن سلطان اللي هو سيد سعيد بن سلطان اللي يقرأ تاريخه يعرف أنه هذا الإنسان ذكي محنك جدا ذكي وما يفوته أي شيء. لما طلبوا منه المصريين أنهم قصد البريطانيين أنه يصير تعاون بينهم وبين سيد سعيد بن سلطان لطرد القوات المصرية من المنطقة. القوات المصرية واقع هي الآن واصلة الشارقة وماشي وخلاص من يقدر يمنعها يعني. طلبوا منه أنه يعمل حلف. كان رد سيد سعيد بن سلطان رد غريب جدا. رفض هذا الصلح. بين من ومن الصلح؟ رفض أنه يتعاون مع البريطانيين لطرد القوات المصرية. طبعا تسألني ليش يفترض أنه أكيد أنه 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 ومع أنه هو صديق البريطانيين بالضبط. والبريطانيين حلفاء عمان. في المقابل يحاول أنه يعمل حلف مع بريطانيا أساس أنهم أنه يسترجع منباسة في زنجبار. هنا رفض وهنا يعني هنا يطلب منهم المساعدة وهنا رفض مع أنه البريم خريبة وهذه بعيدة يعني. صح. ليش يطلب استرجاع من باسة من تمرد المزروعين بالضبط صح المزارع بالضبط. المنطقي ليش يقول لك المنطقي يقول والله يفترض أنه يترك من باسة لأنها بعيدة ويلتجي للبريمي. سعيد بن سلطان يعرف أن البريطانيين مستحيل يترك المصريين في المنطقة، فهو ليش يعادي محمد علي باشا؟ صح. وفي المقابل يريد يكسب محمد علي باشا أساس أنهم يساعدوه للسيطرة على البحرين، فما حب أنه يخسر محمد علي باشا. وهو البريمة وهو فكر يعني هو تاجر بالضبط يفكر دائما في, 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 في الموضوع الاقتصادي بالضبط هذا بالضبط. من باسة بالنسبة له مكسب اقتصادي كبير، البحرين مكسب اقتصادي كبير يعني. هو دائما يتحرك على المواني التجارية. وبعدين من باسة من بيساعده فيها يعني، هذا الموضوع يهمه بنفسه يعني. لكن البريمي في البريطانيين موجودين صح. وما بيرضى أن المصريين يحكموا في المنطقة، لأنه إذا حكم المنطقة بتروح بيروح الخليج من 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 إيدين البريطانيين. صح. المهم غلطة خورشيد أو نقول سعد بن مطلق أنه
أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى سيد ثويني، كان سيد ثويني في مسقط وسيد سعيد السلطان كان في زنجبار، أنه والله لابد أنكم أنتم تساعدوا قواتنا، يأمروا أمر أنكم أنتم تساعدوا قواتنا يعني للسيطرة على المنطقة يعني. وأنا راسل سعد بن مطلق أنه يكون والي من قبلي في المنطقة. طبعا هذه رسالة خورشيد. خورشيد نعم. 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 أصلا موجهة لسيد سعيد، ولكن كان ابنه ثويني هو من ينوب عن الوالد حينما يكون في زنجبار. خورشيد غلط غلطة كبيرة بهذا يعني الرسالة. استفز سيد سعيد بن سلطان يعني، والسيد سعيد بن سلطان ما يستفز يعني. اللي يعرف سيد سعيد بن سلطان حتى البريطانيين كانوا يأخذوه بالمسايرة يعني. نعم أكيد. هنا تغير موقف السيد سعيد بن سلطان من هذا من هذا الموضوع يعني. ف سيد سعيد بن سلطان لما وصلت الرسالة عن طريق نوابه في مسقط أرسل رسالة استهجان وعتاب لمحمد علي باشا حاكم مصر. حاكم مصر محمد علي باشا يعني يحترم كان سيد سعيد بشكل كبير. القوة في كل وقت وزمان. نعم نعم. القوة تحترم القوة، وهو جد من أنجد البصرة في زمن يعني في زمن الحكم العثماني حينما طلبوا من أحمد بن سعيد بنقدة البصرة من الحصار الفارسي. صحيح صحيح. طيب محمد علي باشا لما وصلته لما وصلوا رسالة الاستنكار من السيد سعيد بن سلطان والعتب، محمد علي باشا ما يقل ذكاء عن السيد سعيد بن سلطان، فعرف أنه معاداته لمحمد يعني السيد سعيد بن سلطان خسارة كبيرة. محمد السيد سعيد بن سلطان عنده طاقم يعني أسطول تجاري ضخم صح. ممكن يستفيد منه السيد يعني محمد علي باشا في حروب المستقبلية. محمد علي باشا يعني عرف أنه لو عاد السيد سعيد بن سلطان بيعاد السيد سعيد بن سلطان ومن خلف البريطانيين، فأخر موضوع يعني أرجأ موضوع وتبقي خمس دقائق موضوع السيطرة على الخليج لوقت ثاني يعني. فأرسل رسالة إلى خورشيد باشا، أنك يا خورشيد باشا أرسل رسالة اعتذار للسيد سعيد بن سلطان واسحب قواتك من المنطقة. في هذه المنطقة في هذا الوقت أوروبا دايخة من موضوع محمد علي باشا، فتريد تعمل له أي حاجة على أساس أنها تلجمه يعني. فاجتمعت حكومات إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا ضد محمد علي باشا، ضد محمد علي باشا، وأصدرت بيان أنك إن يا محمد علي باشا ضرورة تسحب كل قواتك بالمنطقة، وعطته حتى أنك قالت له والله يوصل تاريخ معين عنده كان الشام، قالت له الخليج يعني الحجاز اسحب قواتك منه وإلا بنجتمع كلنا، طبعا بتصير إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا ومن خلفها من الإمبراطورية العثمانية يعني. نعم. العثمانيين كلهم بيصيروا ضده. طبعا هم دخلوها من باب أن ننجد الخليج، لا ننجد العثمانيين، لأنه صار محمد علي باشا خارج من سيطرة العثمانيين. نعم نعم نعم. كانوا متمرد فصاروا فجأة أحباب. نعم. وهم يكيدوا أصل الدولة العثمانية للنهار. طيب فصارت معاهدة كوتي أعتقد اسمها سنة 1940. هذه المعاهدة تلزم محمد علي باشا، تقصد 1840. 1840 نعم. تلزم محمد علي باشا بالانسحاب من الحجاز أو من الجزيرة العربية، وعطته وقت معين ينسحب وإلا بتضطر أنها تسحب من عنده الشام، ووقت معين إذا ما اتضحت أعطيته تواريخ معينة، إذا ما سحبت قواتك من هذه المناطق إحنا بنعزلك من الحكم في مصر، حتى مصر إذا أنت وافقت بنخلي مصر لك يعني تكون وراثة. نعم. أنت وعائلتك. نعم. طبعا محمد علي باشا رفض الانسحاب في التاريخ الأول، فراحت من عنده الشام. ففي التاريخ المحدد بالضبط حضر كل قناصر الدول هذه إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا، وقبل بالتسوية وأنه يحكم مصر فقط يعني. راح عليه الخليج وترك البريمي وترك الخليج طبعا بريطانيا يعني مات يعني لأنه محمد علي باشا موجود لا يزال في الحكم، اتخذت عدة إجراءات منها تقوية حصون البريمي ومنها تزويدهم بالسلاح وعملت معاهدات جديدة وعملت أساس أنه تقطع الأمل المصريين في البريمي، لأنه محمد علي باشا
ما كان قاطع الأمل في 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 في, في الخليج يعني. وواحد البريمي كانت تشكل له يعني موقع استراتيجي كبير. محمد علي باشا كان كان هدفه من احتلال الحجاز خدمة للعثمانيين. والبريمي لكن البريمي وعمان كان هدفه خدمة لمصالحه الشخصية. اللي ينظر للتاريخ للخارطة ويشوف خارطة عمان ويشوف الموقع اللي تبوأ عمان، أي دولة في العالم تتمنى أنها تمتلك هذه المنطقة يعني. طبعاً. ليش بريطانيا مصرة على على عمان؟ بريطانيا تخلت عن كل أصدقائها إلا عمان. إلا عمان حباً في عمان. لا موقعها الاستراتيجي. موقعها الاستراتيجي هي تلبي يعني مطامعهم، تلبي أيضا نعم. يعني نظرتهم المستقبلية في نعم. حتى قضية التجارة العالمية نعم. وأشياء كثيرة نعم. فكانت سنة 1840 نقطة فاصلة في التاريخ العربي. أنا أتخيل لو ما اجتمعت الدول الأوروبية من خلفهم العثمانيين ضد محمد علي باشا لكان اليوم ممكن خارطة الخارطة اليوم كانت تكون مختلفة مختلفة اختلاف كل عن اللي نشوفه الحين يعني. في هذه الأثناء إيش كان خورشيد باشا مصيره؟ مصيره سحبوه لمصر يعني عادي لمصر. عادي لمصر. وابن مطلق سعد بن مطلق ظل سعد بن مطلق حكم. وإيش مصير ربيب محمد علي باشا اللي هو الأمير خالد بن سعود؟ إيش صار؟ طرد من الحكم ورجع الإمام فيصل. طرد من الحكم وذهب إلى مصر؟ لا هو يقال والله وين بالضبط مكانه مش معروف يعني. يقال نعم. إنه ذهب للأستانة ويقال إنه عاش في 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 مكة ويقال إنه رجع لمصر. المهم طيب. إنه رجع. نحن انتهى وقتنا. المهم بشكل سريع. رجع فيصل، هرب فيصل أو هرب فيصل بن عبد بن 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 تركي مرة ثانية من مصر. من مصر ورجع وحكم البلاد لحد ما توفى سنة 1858. بعد توفى بعد وفاة حتى سيد سعيد بن سلطان. نعم. 56 متوفى سعيد. نعم نعم نعم. هو توفى 58. طبعا قامت من بعده الحرب أهلية بين عبد الله ابنه وسعد بن نعم. بن 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 بن, نعم. بن فيصل. الحكاية اللي معروفة يعني. وللقصة بقية. ونحن إن شاء الله راح نبقى معك في حلقات أخرى بإذن الله. أخوي أحمد بن سعيد البادي أنا أشكرك كل الشكر وتحياتنا لك. الله يطول عمرك وجزاك الله خير أخي نصر. فرصة سعيدة اليوم التقينا بالمشاهدين الأعزاء والمستمعين الأعزاء. نتمنى إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين الدم عليهم يعني. أنت دائما يعني شوف هذه المعلومات جدا ثرية ونحن نحاول نقدم مادة يعني جيدة للمستمعين الكرام. واللي يريد يلتقي بأخونا أحمد وكتب أخونا أحمد يذهب إلى مكتبة الضامري ويوجد نعم. وتوجد هذه الكتب وهذا كتاب أنا يعني أنصحكم به فعلا اللي هو البريمي وكتب أخرى إن شاء الله ستظهر على في القريب العاجل بإذن الله, الله لأخونا أحمد البادي. تقبلوا تحياتي أنا نصر ناصر البوسعيدي وإلى اللقاء.